السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه، صح عيدكم لكل جزائريين داخل وخارج الوطن. بعد ما تكلمنا سابقا وكنا نقولوا دائما يا ناس رانا بطوله راهي ما عندناش، يا ناس اللاعب المحلي راه عندنا حبيبات، يا ناس الله غالب ما عندناش المنتوج المحلي ما عندناش. كانت الناس تضحك وكانوا الناس يقولوا لنا يا ولدي انت راك عدو اللاعب المحلي وانت تكره اللعب المحلي وشيات اللعب المغترب البيناسيونو اللي جابهم النار وراوا اللي جابهم النار وراوا. كسبتوا وصلونا دينا كاس افريقيا ووصلنا للدور الثاني كاس العالم و2010 كاس العالم، لكن انا ما يهمناش، نحبوا الحاجه الملموسه. وجديد جديد انه صحيفه ماركا الاسبانيه، ماركا صحيفه معروفه عالميه عالمية، ما يقدروش هذا من اللي كذبوا ولا يجيبوكم من راسنا ولا موقع ولا مشبوه ولا ماركة. شكيش ان ماركة تكذب، ماركة تعطينا صفعة من العيار الثقيل، صفعة لكل من يقول باللي عندنا بطولة ولازم نعتمدوا على اللاعب المحلي. انا مانيش ضد اللاعب المحلي، قلت مليار مرة، لكن لازمنا اجراءات عملية، لازمنا نعاودوا من صيرو باش نحبوا نخرجوا لاعب محلي وعندنا منتوج وفير من اللاعبين المحليين، الكاليتي والكونتيتي. لازمنا إعادة البناء من الزيرو، مش عيب نبدأ من الزيرو. المنتخب الوطني كاين أبنائنا اللي في الغربة في المهجر، لازم نعتمد عليهم بطريقة احترافية باتحادية احترافية، ليست اتحادية، هذه اللي قلناها سابقا ما عندناش اتحادية، ونعتمد على أبنائنا قادرين نعتمد على 15 20 سنة أو المستقبل، 15 20 سنه المستقبل ونورمال نتكاليفي كوب دي موند وكاس افريقيا بكل سهوله ونبداو نخدمو. ما ننساوش في العمل لازم نخدمو. اليوم ماركا تعطينا صفعه من العيار ذاك، دارت صحيفه ماركا الاسبانيه الشهيره المعروفه، موقع نحط لكم حتى الرابط اذا حبيتوا، ما عندناش مشكل باش اللي حاب يتاكد، تصويت على احسن المناصرين ومشجعين في كل بلدان العالم. حطت ماركا الاوائل 40 من المفروض حتى 40 ترتيب، حتى 40 حتى 40 بالفعل احسن جمهور في العالم. في الربعين هذوما ولا نادي جزائري جمهور نتاعو، ولا نادي جزائري الجمهور نتاعو كان في التصنيف هذا، ما كانش خلاص الكلاسمون هذه ما كان فيها ولا نادي. وهذا واش يبين؟ يبين بلي رانا كلش فو، كلش فو، ما بني على باطل فهو باطل. ما عندناش، ما كانش لا بطوله لا لاعب محلي، حتى لي سيبورتير ما كانش، وراحوا السيبورتير نتاع المولودية وراحوا نتاع الياسمة، التيفوات راحت، الفساد، الترافيك، البيع، الشراء، ونتحدى أي رئيس فريق قولي ما بعناش، ساعوا قال لهم أودي رانا نبيعوا ونشروا، كامل يبيعوا ويشروا، كامل 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 من دون استثناء، كل كيما راهم. وهذه النتيجة، ماركة تعطينا صفعة، استفتاء أحسن جمهور في العالم. المرتبة الأولى الرجاء كازابلانكا، ويحب لي صوت يصوت، يحب نديكم رابط يحب يصوت يصوت، بزاف التصويت. رجاء كازابلانكا، رجاء كازابلانكا، الرجاء البيضاوي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية النادي الأهلي المصري. المرتبة الثالثة الزمالك المصري. المرتبة الرابعة فلامينغو البرازيلي معروف. الخامسة ليسبيرونس تاع تونس، تيفوات هذي عندنا بصح مش معترفين بها، العالم راه يضحك علينا، راه مش معترف بينا بلي راه عندنا بطولة ولا عندنا كرة قدم، يعرفوا بلي راه عندنا محترفين، محرز، إبراهيمي، فيغولي، ماندي، غلام، يعترفوا بهم كلاعبين، بصح كبطولة ككرة قدم في الجزائر مش معترفين بها، لأن يعني ما عندناش، إذا بطولة الكنيس بيع وشراء شكون يعترف لك بها؟ ما كانش، كلش ترافيك، كلش فو، كلش فو. مازال تشوفوا حوايج تفاجئكم. ريال مدريد 6، بيتي 7، ليفربول 8، برشلونة، عفوا دورتموند 9،
برشلونة العاشرة، أتلتيكو مدريد كان فوتوا شوية. نوريكم واحد المفاجآت اللي تفاجأت ونوصلنا لدرجة ما لا تطاق، وصلنا دار إيران. إيران جمهور تاعها خير منها، 17 حطوها إيران، حطوها داروها في الفوط. والجزائر ما كانش، علاه؟ لأنك ما عندكش بطولة، لأن مش معترفين بك، العالم مش معترف ببطولة تاعك، خلاص. لأن بطولتك بطولة البيع والشراء، لأن اللاعب المحلي تاعك تشري له لي ماتش. كيفاش تحوسونا نطلعوا لاعب محلي يلعب في المنتخب الوطني وحنا نشرو له في لي ماتش؟ كيفاه فريق من الدرجة الثالثة يطلع بقوة بقدرة قادر وبقوة الصاروخ للبريمير ديفيزيون؟ اللاعبين تاعو يلعبوا في المنتخبات الوطنية كامل، والفهم يفهم. علاش المنكر هذا؟ علاش الجزائر هذه ما تغيب كمش؟ علاه ما عندناش؟ العالم يضحك علينا، العالم كامل يضحك علينا. فريق ايراني 17 بيريس بوليس، هذا ما عندناش مازال الخير. هذا الوداد مرتبة 21 الوداد غلاسكو. نوريكم اللي تغيب صح، غلطه سراي السهل، الكل يسالوا لانهم يحبوا بلادهم، هذم الجماهير والنوادي يحبوا بلادهم، يحبوا بلاد كل واحد يخدم على بلاده. احنا ما نكرهوا بلادنا صراحه، ما نظنوهم ما نخبيوش الشمس بالغربال، احنا نكرهوا بلادنا، وكل واحد يخدم على صلاحه، كل واحد يخدم على جيبه، كل واحد يحوس على صلاحه، وكل واحد. هذه الجزائر مش ديرنا في الحساب طول، ما كانش مازمبي 33، مازمبي سيبورتير تاع مازمبي خير من البطولة واد كنيس. زيدكم مازال تشوف الزوراء، هاي الزوراء يعرفوا ديروا لي تشيف ويعرفوا الزوراء 36. علاه؟ لان بطوله تما تاع بيع وشراء معترف بها في الفيفا، العالم كل يعرفها بطوله العراق، كاينه بطوله رغم الحرب والمشاكل اللي عندهم. احنا الحمد لله امن وامان، بصح ما عندناش، عندنا كل واحد يخمم على جيبه، كل واحد يخمم على جيبه قد هذا. واش عندنا؟ كل واحد نفسي ثم نفسي ثم نفسي، هذا ما كان. ورؤساء الفرق كيما راهم كامل 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 كامل، اللاعب المحلي نشرو له في لي ماتش، اللي قلتوا لنا باللي احنا ضد اللاعب المحلي، اللاعب المحلي في بطولة واد كنيس يشرو له في لي ماتش، ومن بعد تقولوا كيفاش ما يلعبش المنتخب الوطني؟ بأي منطق هذا؟ شكون العقل اللي يتقبلها؟ لاعب نشرو له لي ماتش يروح يلعب في ليكيب ناسيونال؟ كيفاش العقل اللي يتقبلها فريق من الدرجة الثالثة يطلع قوة الصاروخ يطلع الدرجة الأولى؟ علاه هذه البلاد ما تغيظكمش؟ يعود الزوراء العراقي اللي في الحرب، جمهور احسن جمهور، ويديروا لك النادي يحطوه لك في السيت نتاع ماركه، لانه معترف بها بطوله، عندها مصداقيه، البطوله العراقيه ولا البطوله المصريه ولا بطوله الكونغو نتاع مازمبي معترف بها، افريقيا معترف بها، ولا بطوله تونسيه، البطوله الجزائريه الله يرحمها، ربي يرحمها البطولة الجزائرية، خلاص الله يرحمها، وتوفات ماهيش معترف بها. علاه مش معترف بها؟ لأنها بطولة الترافيك، بطولة البيع والشراء، بطولة الجوار نشرو لهم لي ماتش، بطولة التحكيم معروف، بطولة من الدرجة الثالثة ولا الرابعة يطلع ديريكت ومو الدرجة الأولى، والفهم يفهم. عيب اليوم صحيفة ماركة تعطينا درس إعادة النظر فيما يسمى اللاعب المحلي والبطولة المحلية، إعادة النظر. أراكم فو، كلش تاعكم غلط يا جزائري، كلش مترافيكي، ما نعترفش بكم كبطولة، ما نعترفش باللاعب المحلي تاعكم، أنا هذا اللي كسرتوا لنا راسنا به. ماركة تقولكم هك، ماركة إذا عاد ماركة هذه تخرط عليك حاجة أخرى، ماركة صحيفة عالمية ما كانش ما يعرفش. قلت لكم ما عندكمش مصداقية، ما نعترفش بالبطولة تاعكم. عيب كبير.
أنا قلت ونعاود في البداية على الدولة الجزائرية التحرك وضرب بيد من حديد كل رؤساء الفرق دون استثناء دون استثناء كل رؤساء الفرق حبس البطولة حبس عدنا الاستاد أنا بدينا نبنوا في الاستاد نزيدوا نبنيوا الاستاد نكثروا من الملاعب نكثروا من مراكز التكوين نعاودوا نبنوا مراكز التكوين كل رئيس فريق لازم يكون عنده شهادات عليا وعنده شهادات في التسيير وفي المانجمنت وفي الإدارة ما عندك شريح في دارك أروح دير حاجة أخرى أروح دير كوميرس ولا دير تجارة ولا دير حاجة أخرى تنفعك ما عندكش علاقة بتسيير كرة قدم روح نجيبوا مدربين أكفاء نبنيوا على 10-15 سنة نوجدوا بلو ما ننساو المنتخب الوطني نوفروا له كل الإمكانيات نوفروا اللاعبين باتحادية محترفة نجيبوا أبنائنا نهار اللي يكون عندنا احتراف أتم معنى الكلمة ونوفروا له كل الشروط رؤساء فرق محترفين بعقلية محترفة يحبوا الجزائر يحبوا بلادهم ما يحبوش جيبهم نجيبوا مدربين ملاح مستوى عالي ملاعب مستوى عالي مراكز تكوين مستوى عالي تبان الثمار لما تبان الثمار ندخلوا اللاعب المحلي في المنتخب الوطني بكل سهولة مادام ما عندنا الشيء هذا لازمنا العمل على أبناء الجزائر بيناسيونو أعداء بعض الصحافة الجزائرية في الأخير ختمت ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.